هي المشكلة منك وبيك يخون. البيرش ما تغمق بوح سالفته، المخرب اثنين مقدرين قدار، ولك هذا سوالفه يسويها يم اختي. ترى البي خير سالفته على كل الناس، مو بس على ربع الشيخ سالفته. قالوا جرب الصاحب وتلقى الزين، وانا صويح بيعوده مش جربته ما خليت، والمشكله العيب. لك صعبان مو صعبان صاحبهم الجيل، وقالوا ما تروح العنب ذاك بعيد، ما وصلوا لهم موفيد نزل. وقلت لهم اللي يتعب يلعب بدنيا، ما سمعوا كلامه وما توا بسكت. وصلت المرحلة ما وجهني مشون، وصرت مثل اللي عبراته خانك. هل ما يوقف بربع وطيش نوب العود، هذا بربع ساعة المشوار.